بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا نبتدي سلسلة حلقات جديدة بعنوان فتشوا الكتب. الغرض من الحلقات دي إن احنا نتعرف على الكتاب المقدس بشكل مجمل، يعني هناخد سفر سفر، كل سفر في حلقة، وكل حلقة بتقدم السفر من كذا حتة، يعني بتقول مين الكاتب، ايه شخصيته، امتى كتب السفر، ايه اهم الاحداث اللي في السفر، ازاي اقرا السفر ده وازاي استفيد منه. مشكله عند ناس كتير انها بتقرا وساعات ما تعرفش تطلع الفايده، او تحس ان الكلام ده بعيد قوي عن واقعها وعن حياتها، لكن الكتاب المقدس ما فيهوش حاجه مش مفيده. هبتدي معاكم بس النهارده كمقدمه عشان نتعرف ازاي نقرا الكتاب المقدس مجملا كده. اول ايه هنشغل بيها معاكم في تيموثاوس الثاني، رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 3 عدد 16، يقول معلمنا بولس: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. لما يقول كل الكتاب يبقى ما فيش حد يقول إن في سفر مالوش قيمة أو مش عارف أستفيد منه. عاوزين نوصل إن كل الكتاب يبقى نافع ومفيد لكل شخص فينا. موحى به من الله معنى كده ان احنا نؤمن بفكرة الوحي، والوحي في المسيحية عمل مشترك بين ربنا وبين الانسان، بين روح الله وبين النبي او الرسول اللي بيكتب الكتاب. يعني مثلا نلاقي ان معلمنا متى لما يذكر نبوة من العهد القديم يقول مثلا كما قال اشعياء، او يقول كما قال الروح، او كما قيل في الكتاب. يبقى الكلام ممكن ينسب مرة للأشعياء وممكن ينسب مرة للروح القدس، لأن الكلام اتقال بروح الله واتقال على فم النبي أو الرسول. كل الكتاب هو موحى به من الله، معنى كده لما الواحد بيقعد مع الإنجيل بيفتكر كويس أوي إنه قاعد مع ربنا نفسه، وربنا هو اللي بيكلمه. مجرد الإحساس ده هو بداية أي فايدة روحية في التعامل مع الإنجيل. نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. يعني الكتاب المقدس أولا نافع للتعليم، عاوز أي علم روحي هتلاقيه في الكتاب المقدس، عاوز فكر لاهوتي مظبوط هتلاقيه في الكتاب المقدس، عاوز تتعلم أصول الحياة الروحية تلاقيها في الكتاب المقدس. للتوبيخ لأن الكتاب المقدس بيوبخ الإنسان على خطاياه، لو الواحد قلبه مثلا قاسي شوية أو جاف في حياته الروحية أو فاتر، لما يقعد مع الإنجيل الكتاب المقدس يوبخه على فطوره وعلى قسوة قلبه وعلى خطاياه، وممكن يشوف خطايا ما كانش شايف جوه الكتاب من الكتاب المقدس. كمان حكاية نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم. التقويم يعني الواحد ممكن يبقى ماشي غلط وعاوز حد يظبط له المسار، الكتاب المقدس هو اللي يعدل مسار أي واحد. لو الواحد فينا يعني شارخ يمين شوية شمال شوية، الكتاب المقدس يرجعه تاني للطريق المظبوط. والتأديب، كلمة التأديب يعني الإنجيل بيأدب الواحد فينا، لأن كلمة ربنا قوية وبتدخل القلب وبتنخس وبتخوف الإنسان لما يكون مستهتر، وبترفع رجاءه لو كان عنده صغر نفسه أو عنده يأس. إذن الآية بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا. إذا مجرد عشرة الكتاب المقدس والانشغال بكلمة ربنا كفيلة أنها تجعل الإنسان فينا كاملا، الكمال اللي ربنا مستنيه من الإنسان، متأهبا لكل عمل صالح. آية تاني عاوزكم برضو تفتكروها من الأول كده قبل ما ندخل في عمق تفتيش الكتاب سفر سفر، في رسالة بطرس الثانية إصحاح 1 عدد 20 يقول: عالمين هذا أولا أنه كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. الآية دي مهمة ليه؟ أحيانا بنفاجأ أن كل واحد يقرأ الكتاب ويفسر بمزاجه. الروح القدس لما كتب الكلام ده على فم الأنبياء والرسل كان له غرض واضح وكان له معنى محدد. لما يدخل تفسيرات خاصة إنتاج البشر ده ممكن يخلي الواحد يمشي في مسارات غير اللي قصدها روح ربنا، ومن هنا بتطلع الهرطقات وتطلع البدع والانحرافات. فالإنجيل بيقول عالمين هذا أولا، يعني حط دي في بالك،
كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. يعني ما فيش واحد كتب شارك في كتابة الكتاب المقدس كان بمزاجه بيكتب. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى كل قديس كتب في الكتاب المقدس، إن كان موسى النبي، إن كان داود النبي، إن كان أشعياء أرميا، إن كان معلمنا بولس، إن كان معلمنا بطرس، كل دول تكلموا مسوقين من الروح القدس، مش بمشيئتهم الخاصة ولا بمزاجهم ولا تفسيرهم الخاص. دي أول مقدمة عاوزين نفتكرها، إن إحنا وإحنا بنقعد مع الكتاب المقدس بنقعد مع ربنا نفسه، وبنسمع صوت الروح القدس اللي بيحركنا عشان ندخل للعمق. وإحنا بنتعامل مع الإنجيل محتاجين نفتكر حاجة، إن الكتاب المقدس عهدين، وإحنا كمسيحيين أرثوذكس أقباط نؤمن إن العهدين على نفس الدرجة من القداسة، ونحب الكتاب المقدس بعهديه، وكل الكتاب عندنا موحى به من الله، عهد قديم وعهد جديد. كل الكتاب بيتكلم عن المسيح، لأن ربنا يسوع قال في يوحنا 5: فتشوا الكتب، كان ساعتها كتب العهد القديم بس اللي متاح، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. يبقى الكتاب المقدس بيشهد للمسيح بعهده، وربنا يسوع هو اللي بدأ المنهج ده مع تلاميذه في لقائه مع تلميذي عمواس، خدهم كده تمشي كذا ساعة، وبدأ من موسى يقصد التوراة ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. إذن كتب العهد القديم بتشاور وبتتكلم عن المسيح بشكل صريح وواضح، ودي شطارة بقى كل واحد بيفتش الكتب إنه يدور على المسيح في كل الكتب، إن كانت عهد قديم أو عهد جديد. بنقسم كتب العهدين 4 أقسام تسهيلا في القراءة. يعني أول مجموعة كتب بنقول إنها مجموعة كتب التوراة ويقابلها الأناجيل. توراة موسى، أو تسمى أحيانا موسى بس من غير كلمة كتب موسى أو توراة موسى، هي الكتب الخمسة الأولى في العهد القديم: تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. يقابلها في العهد الجديد 4 أناجيل: متى، مرقس، لوقا، ويوحنا. دول أول مجموعة وكده لها كرامة خاصة، مجموعة توراة العهد القديم وأناجيل العهد الجديد. وكأن التوراة بتحكي لنا بداية الإنسان مع ربنا، حكاية ربنا مع الإنسان، وبعدين الأناجيل بتقول لنا إزاي الحكاية اكتملت بالخلاص اللي جه المسيح له المجد يقدمه للبشرية. تاني مجموعة من الكتب هي الكتب التاريخية. يعني إيه؟ بعد أسفار موسى الخمسة بدأت حكاية شعب الله في العهد القديم، حكاية شعب، تاريخ شعب الله، من يشوع، قضاء، رعوص، صمويل الأول والتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، مكابين أول وتاني، كل دي اسمها أسفار تاريخية، بتحكي حكاية الشعب ده مشي مع ربنا، حصل له إيه، ربنا بيتعامل معهم إزاي، بيبعدوا عنه، بيوبخهم إزاي، بيرجعوا إزاي، وهكذا. يقابلها في العهد الجديد سفر فريد، هو تاريخ كنيسة العهد الجديد في أولها، سفر أعمال الرسل. يبقى تاني أفكركم، أول مجموعة كانت التوراة يقابلها الأناجيل، تاني مجموعة مجموعة الأسفار التاريخية اللي بتحكي حكاية ربنا مع شعبه في العهد القديم بداية من يشوع لغاية قبل مجيء المسيح له المجد، ويقابلها في العهد الجديد سفر أعمال الرسل من ساعة صعود ربنا يسوع له المجد وحلول الروح القدس لغاية ما تسجن بولس في روم. المجموعة الثالثة من الكتب مجموعة الأسفار بنسميها الحكمية أو الأدبية. الأسفار دي زي الأمثال والجمعة والنشيد والمزامير وأيوب. يقابلها في العهد الجديد الرسائل، كانت رسائل بولس الـ14 أو رسائل الكاثوليكون بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا. المجموعة الثالثة من الكتب اللي هي الأسفار الحكمية أو الأدبية، الغرض منها ببساطة تحكي لنا نعيش مع ربنا إزاي، فلسفة الحياة المسيحية، يعني الواحد يحب ربنا إزاي، يقرب من ربنا إزاي، لما يتوب يتوب إزاي، كل ده بتحكيه الأسفار الأدبية أو الحكمية، عهد قديم وعهد جديد ممثلة في الرسائل. برضه أنا هعيد واحتمل التكرار، إن إحنا عندنا التوراة يقابلها الأناجيل، عندنا الأسفار التاريخية عهد قديم ودي عدد كبير يقابلها سفر أعمال الرسل، عندنا الأسفار الحكمية والأدبية زي المزامير وأيوب والنشيد يقابلها الرسائل كانت بولس أو الكاثوليكون. آخر مجموعة كتب
في العهدين كتب الأسفار النبوية أو النبوات أو الأنبياء. في العهد القديم دي تشمل أكثر من ربع العهد القديم، والأنبياء يقسموا في العهد القديم إلى أنبياء كبار وصغار بحجم النبوة اللي كتبوها، يعني الأربعة كبار أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال، جنبهم 16 نبي كتبوا نبوات أقصر شوية: هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. كل دول أنبياء صغار قدموا نبوات. مجموعة النبوات دي كلها بتقول إيه؟ غرضها الأساسي تقول زي ما قال يوحنا المعمدان آخر الأنبياء قبل المسيح: توبوا لأن المسيح جاي، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يبقى النبوة بمعناها البسيط الكتاب بيتنبأ على فم الأنبياء أن الخلاص جاي، أن المسيح جاي، والاستعداد لقبول المسيح يحتاج إلى توبة وإيمان. في العهد الجديد في سفر نبوي وحيد يتسم بروح النبوة يقابل أسفار الأنبياء في العهد القديم، هو سفر يوحنا الرائي أو يوحنا الحبيب، رؤيا يوحنا، اللي بيكلمنا برضو عن مجيء المسيح، لكن مجيئه الثاني على السحاب ونهاية العالم ويوم القيامة. يبقى أفكركم تاني، الأسفار ممثلة في أربع مجموعات: مجموعة التوراة يقابلها الأناجيل، مجموعة أسفار تاريخية عهد قديم، مجموعة كبيرة يقابلها سفر أعمال الرسل، حكاية الكنيسة عهد قديم وعهد جديد، مجموعة الأسفار الحكمية أو الأدبية ممثلة في أسفار سليمان وداود، المزامير والأمثال والجمع والحكمة، يقابلها أسفار الرسائل في العهد الجديد، أخيرا مجموعة النبوات عهد القديم تقابلها سفر رؤيا يوحنا كنبوة في العهد الجديد. معلومة مهمة لنا كلنا كدارسين: العهد القديم اتكتب أساسا عبري أو الأرامي أو اللغة اليهودية القديمة، العهد الجديد كتب يوناني لأن ده لغة العصر في زمن القرن الأول، إنما العهد القديم ترجم قبل المسيح إلى اللغة اليونانية اللي بنسميها الترجمة السبعينية، وأصبحت يمكن أهم من الأصل العبري بحكم استخدامها عند اليهود، وهي دي النسخة اللي كان بيستخدمها ربنا يسوع والتلاميذ، وحتى لما يجيبوا شاهد من العهد القديم ينقلوه عن النسخة السبعينية أو النسخة اليونانية. وهنا معلومة مهمة أنه الأسفار اللي بيسموها المحذوفة، وهي مش محذوفة، هي أسفار قانونية تانية، يعني الكنيسة قننتها واعتبرتها أسفار أصيلة يعتمد عليها الكنيسة في قراءتها وفي صلواتها، إنما جمعت في زمن آخر بعد عزر الكاهن. أسفار القانونية التانية دي موجودة في النسخة السبعينية، والنسخة السبعينية دي من قبل ميلاد ربنا يسوع له المجد بحوالي 300 سنة. إذن العهد القديم عندنا 46 كتاب شاملين الأسفار القانونية التانية، العهد الجديد 27 كتاب، والكنيسة قننت الوضع ده، جمعت الكتب دي كلها وقالت هي دي الكتب القانونية، عشان ما عدا هذه الكتب تبقى كتب مزيفة، بنسميها أبوكريف، يعني كتب مزورة أو مزيفة، دي بقى بلاش نتعامل معها، بلاش نديها مكانة الكتاب المقدس. عشان نفهم الكتاب المقدس الأول هقول لكم بعض التشبيهات اللي ذكرها الكتاب عن كلمة ربنا، لأن التشبيهات دي تساعدنا وإحنا بنفتش الكتب نستفيد من الكتب. أول تشبيه مشهور في الكتاب المقدس عن كلمة الله هو تشبيه الأكل، يعني الواحد لما بيأكل بيبقى جعان، ولما بيأكل بيمضغ وبيستطعم وبعدين يهضم، وبعدين الأكل يمشي في جسمه وفي صحته يديله طاقة، وبعدين يرجع يجوع تاني ويأكل تاني. في عشرات من الآيات اللي بتشرح لنا أن كلمة ربنا تحتاج لتعامل زي الأكل والشرب. ربنا يسوع مثلا في التجربة على الجبل يقول إيه: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كأن كلمة الله دي زي الأكل بالظبط. يقول: وجد كلامك كالشهد فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. فحزقيال النبي ربنا يسوع يظهر له يقول له: خد الدرج ده، الدرج اللي هو الكتاب يعني، خده وكله. برضو في سفر الرؤيا خد الكتاب وكله. ايه حكاية الواحد يأكل الإنجيل؟ ده معناه ان الواحد لازم يستطعم ولازم يمضغ ولازم يقرأ على مهله ولازم يفكر في المعاني، وبعدين يهضم يقعد يكتر الكلام ده جواه، بعدين الكلام يمشي في عظمه وفي عقله وفي قلبه يغير فيه ويديله طاقة، وبعدين يرجع يجوع تاني ويأكل تاني. تشبيه الكتاب بأنه أكل يخلينا وإحنا قاعدين مع الإنجيل نفتكر حكاية الأكل والشرب دي، إحنا قاعدين طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون.
تشبيه كمان قاله الكتاب المقدس عن كلمة الله، هو تشبيه النار. يعني مثلا في أرميا يقول إيه: ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكله. تشبيه النار، كلمة ربنا زي النار. ليه؟ الواحد جواه لخبطة كتير، وجواه أفكار غلط، وجواه شهوات، وجواه ضعفات. مجرد يقعد مع الإنجيل فترة كويسة ويفكر في كلام ربنا، كلمة ربنا تدخل تحرق ده كله. عشان كده ربنا يسوع يقول لتلاميذه: أنتم أنقياء بسبب الكلام. طب هو الكلام عمل إيه؟ كلام حرق الغلط. فالواحد وهو قاعد مع الإنجيل كأنه بيقول له: يا رب شيل مني كل حاجة غلط، ادخل بكلامك كده زي النار واكوي كل الحاجات الغلط اللي جواي. فده تشبيه تاني يحسس الواحد انه قاعد مع ربنا، والكتاب بيقول إلهنا نار آكلة. تشبيه كمان للكتاب المقدس انه زي السيف. السيف مذكور في كذا حتة برضو، في أفسس 6 مثلا يقول سيف الروح الذي هو كلمة الله، في عبرانيين يقول برضو كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، في رؤيا يوحنا يقول المسيح طالع كلامه زي السيف من فمه ذي حدين. كلمة ربنا زي السيف معناها ايه؟ يعني كلمة قاطعة بتخلي الواحد يعرف الصح من الغلط، وبتقطع الشر اللي جوه الواحد، بتقطعه كده. يعني لما المسيح لو المجد يقول ان اعصرت يدك فاقطعها، طب انا مش عارف اقطع ايدي، دي مش مقصودة في حرفها، انما لما امسك كلمة ربنا تقطع ايدي عن الغلط، تقطع عيني عن الغلط، تساعدني ان انا ابطل اي حاجة غلط بشكل قاطع، لان كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف. في نفس الوقت السيف ده يقطع كل تعليم غلط، كلمة ربنا هي اللي ترد على كل هرطقة وكل بدعة. تشبيه كمان قالوا الكتاب المقدس عن كلمة ربنا تشبيه السراج، كلكم حافظين الآية المشهورة: سراج لرجلي كلامك. ومعلمنا بطرس يقول انه كلمة ربنا كسراج منير، لو انتبهتوا ليها كأنكم داخلين على موضع مظلم منور بكلمة ربنا. السراج معناه ايه؟ معناه الواحد ماشي في الدنيا، الدنيا دي ضلمة، لما يمسك في الانجيل ويقرأ كويس وينشغل بيه ساعتها يمشي في الضلمة وما يشتش، ما يتلخبطش، ما يتكعبلش. لكن واحد قافل انجيله، مش بيذاكر كلام ربنا، مش بيفتش الكتب حسب وصية ربنا يسوع، هيتوه في الضلم، هيتكعبل في الضلم. تشبيه كمان قاله معلمنا يعقوب تشبيه المراية، تشبيه جميل قوي. يقول معلمنا يعقوب الواحد يبص في المراية فيشوف شكل خلقته. المفروض لما الواحد يبص في المراية هيصلح منظره على المراية. فهو معلمنا يعقوب اوعوا تكونوا بتقروا من غير ما تعملوا اللي بتقروه، تقوموا بتخدعوا نفسكم، لان من نظر وجه خلقتي في المرآة المفروض يصلح نفسه على المراية. فالواحد يبص على الانجيل يشوف الشكل اللي المفروض يبقى عليه. الانجيل بيقدم لنا صورة المسيح القدوس الكامل اللي المفروض احنا شبهه، من البداية خلقنا على صورته ومثال، ولما الصورة تشوهت رجع ربنا يسوع جدد طبيعتنا بالفداء عشان نرجع شبهه. إذا الكتاب المقدس هو المراية بتاعتي، فكل لما أقرأ ألاقي نفسي ملخبط وشكلي مشوه أضبط نفسي على المراية دي. تشبيه كمان اتقال في الكتاب المقدس تشبيه البوق. البوق ليه؟ البوق ده أصله كانوا بيستخدموه عشان ينذروا الناس لما تبقى في حرب وفي هجوم، أو الناس نايمة عاوزين يصحوها بسرعة، فهنا البوق دايما صوت عالي ينبه الناس. فالكتاب المقدس زي البوق اللي ينذر الإنسان المسيح جاي، الأيام بتجري، الخطية خاطئة جدا، الكلمة قريبة منك، كل دي إنذارات، كل ده صوت بوق عالي يخلي الإنسان يتهز ويخاف وياخد موقف جديد من حياته. تشبيه أخير أقوله كلمة البزار. ربنا يسوع له المجد حكى لنا مثل الزارع، وأكثر من مثل من أمثال الملكوت شبه كلمته بالبذرة، وقال خرج الزارع ليزرع والبذور وقعت، لقت أرض مدقات كده طريق ما نبتتش طبعا، العصافير كالت البذرة، لقت أرض حجرية تيجي تدخل بعد كده تتحرق بسرعة النبتة لأنه ما فيش أصل تحت، تطلع وسط الشوك، الشوك يخنقها من تحت ويأكل المية منها وبرضو ما تثمرش، وأخيرا أرض جيدة خدت البذرة وخدت وقتها ونزلت عليها المطر والمية ونبتت وزرعت وأثمرت. إذا كلمة ربنا زي البذرة تحتاج وقت عشان تغير في الإنسان. المعاني دي كلها بتساعد الواحد فينا وهو بيقرأ الإنجيل يعرف قيمة الإنجيل اللي بيقراه،
وتلاحظوا كنيستنا علمتنا وقت قراية الإنجيل في القداس أو في العشية بنقف والدنيا بتنور وفي أشياء خاصة بالإنجيل، في استعدادات خاصة لأنه الإنجيل ده هو اللي هيغيرني وهو اللي هيظبط حياتي وهو اللي هيصلح سلوكي، وكلمة الله نافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب، وأنا محتاج ده كله. بنفس الحماس عاوزين نتعود لما نقرأ الإنجيل ناخد الحكاية جد، نقعد نصلي قبلها، نقرأ بتمعن، ناخد كل كلمة كده ونفكر فيها، وبالتشبيهات اللي قالها الإنجيل عن كلمة ربنا الواحد يقدر يستفيد إنه بياكل، إن ده سيف، إن ده نور، إن ده نار، إن ده بذرة هتتزرع جواه، إن دي مراية بتقراه. كل دي حاجات بتساعد الواحد يستفيد من الإنجيل. إزاي الواحد يقرأ ويستفيد وهو بيقرأ؟ أولا لازم يتعرف على كاتب السفر. احنا قلنا إن كل سفر له كاتب، الروح القدس بيسوق الكاتب ده. موسى النبي له شخصية في كتابة التوراة، داود النبي هو بيكتب المزامير، غير سليمان في الجامعة، غير أشعية في سفر أشعية، غير بطرس الرسول في رسالة بطرس. محتاج أعرف مين كاتب السفر وإيه شخصيته وإيه حكايته. تاني حاجة محتاج أعرف السفر ده اتكتب إمتى واتكتب ليه، لأن دي بتساعدني أفهم حاجات كتيرة جوه السفر. يعني رسالة من الرسائل لما أجي أقرأها، رسالة روميا، لو أنا مش فاهم إن في مشكلة أساسا اسمها بدعة التهود، وإن في ناس عاوزة المسيحية تبقى يهودية، وإن في ناس بتقول مفيش خلاص من غير ختان، مش هفهم بولس ليه عمال يتشاكل في موضوع الناموس والتهود. لكن لما أعرف الخلفية دي هفهم ليه بيرد الردود دي وليه مصر على هذا التعليم والتوضيح. يبقى محتاج أعرف الكاتب، أعرف ظروف الكتابة، أعرف تاريخ الكتابة، أعرف المكان اللي كتب منه إن أمكن، أعرف أهم أحداث السفر. إذا كان سفر فيه حكايات أو سفر فيه تسلسل أفكار، لازم أبقى عارف إيه الأفكار اللي بيقولها وإيه الأحداث اللي بيعرضها. ده بعد كده لما أدخل وأقرأ بقى آية آية وإصحاح إصحاح تلاقي الحكاية واضحة كتير قوي وتبقى فرقة كتير. دي تفكرني مثلا زي القديس فيلبس المبشر لما الروح القدس أرشده إنه يتكلم مع وزير كنداكة ملكة الحبشة، كان راجع من أورشليم وبيقرأ وهو مش فاهم بيقرأ إيه، كان بيقرأ أشعياء كعادة اليهود وبيقول كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. فيلبس المبشر جه وقال له أنت فاهم بتقرأ إيه؟ قال له مش فاهم، أنا عاوز حد يفهمني. عمن يتكلم النبي؟ عن نفسه ولا عن واحد تاني؟ ابتدى يكلمه عن ربنا يسوع. هنا ده اللي احنا بنقوله، ان الواحد لما يعرف هو الكلام عن مين بالظبط، دي لوحدها هتخلي الواحد يفهم بقية الكلام. لكن مين اللي بيتكلم؟ يا ترى ربنا ولا النبي؟ والكلام ده عن الشعب، والكلام ده عن العهد الجديد. كل دي حاجات الواحد لو فهمها من البداية يقدر يمشي مع السفر ومع الآيات ويلاقي الحكاية بقت سهلة. الواحد عشان يقرأ الإنجيل في طرق كتير جدا ممكن نسميها زي مفاتيح الأسفار. يعني مثلا في الأول الواحد لازم يعرف الكلمات الصعبة، لأن لو في كلمة عربي صعبة مفروض تفتح القاموس وتعرفها، لأنك لو ما فهمتش معنى الكلمة يبقى مش فاهم معنى الجملة، يبقى مش فاهم حاجة. فحتى الآية اللي فيها كلمة صعبة حاول تفهم الكلمة الصعبة الأول، وبعدين افهم الجملة أو الآية زي ما قصدها الكتاب. بعد كده في تفسير روحي بقى للكلام ده، في يمكن تفسير رمزي، يعني في معنى مستخبي ورا الكلام. كل ده الواحد يتعلمه حتة بحتة لما يعيش مع الإنجيل ويقرأ تفاسير الآباء ويتلمذ على فكرهم. ممكن الواحد يتتبع شخصية، يعني مثلا ممكن ندرس سفر التكوين ونركز على شخصية زي أبونا إبراهيم ونقعد كده نتأمل في شخصيته، إزاي آمن بربنا وإزاي مشي معاه في الصحراء وإزاي جال وقته ضعف وإزاي تقوى بالإيمان وإزاي كمل حياته للآخر. الشخصية لوحدها مدرسة. ممكن أدخل على السفر من باب الفضيلة، يعني أخذ مثلا سفر زي صموئيل الأول أقول أنا هركز على المحبة، أشوف إيه حكاية المحبة في حياة صموئيل في حياة داود، نقص المحبة في حياة شاول، لما بركز على فضيلة. ممكن أركز على رذيلة، يعني ممكن أقول إيه، عاوز أطلع الغضب من سفر الأمثال. إزاي الغضب؟ الكتاب المقدس بينبهني إنه بلاش تغضب وبيقول لي حل لموضوع الغضب، يبقى مركز حتى على رذيلة بطلعها وطلع الآيات اللي عليها والمواقف اللي عليها. ممكن أدرس الكتاب المقدس عن طريق المقارنات، مقارنة موقف بموقف أو شخص بشخص. يعني مثلا ما أحط إلي النبي قصاد يوحنا المعمدان ألاقي في وجه شبه كبير قوي وبعض الاختلافات. شخصيات العهد القديم الحلوة دي زي أبونا إسحاق زي داود النبي كلهم بيرمزوا للمسيح من وجهة معينة أو من زاوية معينة،
هنا المقارنة، ازاي اسحاق يرمز للمسيح كذبيحة، ازاي يوسف يرمز لربنا يسوع لانه اتظلم كتير ولانه اتسجن وطلع من السجن، ازاي يونان يرمز للمسيح. يبقى ممكن ادرس عن طريق مقارنة شخص بربنا يسوع او شخص بشخص او حكاية بحكاية. ممكن ادرس الانجيل من زاوية الوعود، اقعد اطلع وعود ربنا بس، وكل وعد ده يبقى ثروة ليه، موضوع للرجاء. ربنا بيقول لي ما تخافش انا معاك، ده وعد، لا اهملك لا اتركك، ده وعد، شعور رؤوسكم محصاه، ده وعد. فبطلع الوعد واتمسك بيه واعتبره ثروة ليه. ممكن ادرس الانجيل من زاوية الوصايا، كل وصية فيها فعل امر، فيها نوع من التوصية، ما تعملش كده اعمل كده، هاخد الوصية دي واحطها قصاد عيني عشان انفذها، زي لا تدينوا لكي لا تدانوا، احبوا اعدائكم. ممكن ادرس الانجيل عن طريق العقيدة، يعني ايه؟ عاوز اطلع لاهوت المسيح، ألوهية ربنا يسوع من إنجيل يوحنا. عاوز أركز على ألوهية الروح القدس من إنجيل مثلا يوحنا. عاوز من رسالة كلوسي أعرف الثالوث الأقدس. عاوز مثلا فكرة الكنيسة أطلعها من رسالة أفسس. إذا هنا أنا بعمل إيه؟ بطلع فكرة عقيدية أؤمن بيها إيماني وأطلعه من الإنجيل، أدرسه من الإنجيل. ممكن حتى أطلع الطقس. يعني مثلا طقس القداس وطقس العشية والبخور ممكن أطلعه من سفر الرؤيا، من سفر حزقيال، من سفر أشعياء. يبقى في أسفار ممكن أطلع منها كل طقوس الكنيسة عشان أربط الإنجيل بالطقس. طريقة أخرى إن أنا أبص للإنجيل وأحط نفسي جواه. يعني إيه؟ الإنجيل مليان حكايات، كانت حكايات في العهد القديم أو حكايات في العهد الجديد. لو أنا مطرح السامرية كنت هقول إيه ربنا يسوع؟ لو أنا مطرح زك كنت هعمل إيه؟ لو انا في مطرح داود ومحبوس في المغارة وداخل عليا شاول الملك كنت احس بايه؟ طب لو انا تجاوزا اقول مطرح ربنا يسوع له المجد وجايبين لي انسانة امسكت في ذات الفعل، يا ترى همسك حجر معاهم ولا هدافع عنها زي ربنا يسوع؟ هنا كوني احط نفسي مطرح بطل القصة كان ربنا يسوع له المجد او حد من ابطال القصص اللي في الكتاب يقربني جدا من جو الكتاب. لما تخيل مثلا انا الابن الضال وراجع وابويا بياخدني بالحضن، ايه احساسي في اللحظة دي بعد سنين غربة وبعد بهدلة وبعد منظر وحش؟ ممكن ادخل على الكتاب المقدس بطريقة التساؤلات. يعني ايه؟ اقعد اسأل في كل حكاية، اقول ايه؟ طيب ليه ربنا يسوع قال كده؟ طيب ليه حصل كده؟ طب ليه اختار المكان ده؟ طيب اشمعنى الوقت ده بالذات؟ طب ليه فلان مش فلان؟ طب لو كان عمل كده كان ممكن يحصل ايه؟ يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بقعد احط اسئله على النص، وكل سؤال بيكشف لي تاملات ومعاني واعماق مستخبيه جوه النص انا مش شايفها. كل دي اسمها مفاتيح للاسفار، طرق لدراسه الكتاب المقدس. عشان الواحد ياخد فايده شخصيه ليه، لازم هو بيقرا الانجيل يكون في روح الصلاه. يعني ايه؟ دي كلمه ربنا، فانت قاعد مع ربنا. وربنا يسوع يقول في سفر الرؤيا ايه؟ انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. فالكتاب المقدس اجمل طريقه للفايده ان الواحد يعمله حوار، يعني يقرا ايتين وبعدين يكلم ربنا، يا رب انت عاوز تقول لي ايه من الايتين دول؟ الكلام ده ينفع يتطبق في حياتي ازاي؟ يبقى انا الحكايه ببتديها بصلاه وبدخل في صلاه واشتغل في الصلاه عشان اسمع الكلمه جوه روح الصلاه. دي تدي فايده كبيره قوي. بعد كده الايه اللي اخدها او الفكره افضل مشغول بيها طول اليوم طول الاسبوع، ده بيسموه الهزيز، يعني اقعد اهز فيها كده، اقعد اعيد وازيد فيها جوايا عشان تدخل جوه قلبي وعقلي وتغير فيا حته بحته. ربنا يدينا نعمه ان احنا نمشي في السلسله دي، كل مره ناخد سفر هنلخص السفر كله في القعده وهناخد منه ايه كده كعينه عن السفر وجماله، وبعدين الشاطر فيكم بقى يقرا السفر كله في الاسبوع ده عشان ياخد بركة السفر كله، ولو مشي معانا يمكن يخلص الإنجيل كله في سنة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.